السلام عليكم الإخوان أخوات، تحياتي لكم جميعا. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم سفيان الحوزي تي في. الإخوان كنا درنا واحد الزيارة لمدينة القنيطرة ولقينا هنا البقر بري، يعني ما تيطرباط ما والو، وتيبقى هنا فادي ما تيتعلف ما والو. بغينا نبارطاجيو معكم. هو سي اسماعيل. السلام عليكم سي اسماعيل، كي داير؟ لاباس عليك؟ هاني، تعاود لينا على البقر كيفاش قاديتو. السيبة مدير هنايا في الغابة، غير طالق انا غير في الغابة، عايش غير في الغابة، منا تنعيشو منا يعني ما تتعلف ما والو، ما تتعلف لا والو، طالقين هنا في الغابة صافي، حنايا مراقبينها وصافي، تنطلع يطيحوا لها بحال ما في شوية من تحت هاد الوراق ديال البلور، والمهم عايشة هنا في الغابة، ومنا تنبيعو ومنا تنعيشو. تتولد الراس كلشي؟ تتولد الراس، ها ما تتولد، ها ما تحاول. عرفت تصيبها والدة؟ تجي تلقى والدك صافي، منها حنا عايشين. دابا كتخلي عجلات وعجوله ولا؟ كنخلي العجلات والعجوله، العجول تنبيعوهم والعجلات حنايا مع الوقت حزينا وحنا تنحيو ثمن العجلات تنقصو منهم وتان. سبحان الله العظيم. دابا هذا نوع واحد ولا بزاف ديال بزاف ديال الانواع؟ انت دابا كلشي كبواد كاين تيهربوا، راه بالي عندهم الفيتيس. كاين اللي معمرات شدت كاع. سبحان الله العظيم. كاين معمرات تدت كاع، راه شوف دابا هاد الصخرة اللي ملهيه، ما خليتش تقرب ليها كاع. لملهيه؟ لملهيه، ها. سبحان الله العظيم. هاي ترى معمرات راه ملي زادت في الغابة. صافي تظل ضيعة بحال الكف. كف الغابة. سبحان الله العظيم. ما يشدها حتى واحد، إلا بغا يشبيها تنضربهم بالقرطاس ولا. سبحان الله العظيم. عجيبة القضية، غريبة، ما عمرني شفت هاد المنظر الإخوان. انتو راه اثار ديال القيود، حيت حنا عندنا البقر تنديرو، ولكن كيكون تيطرباط كي عنده القيود عنده هادي. وبالنسبه للحليب ربما ما تيحلبوش. لا ما تيحلبوش. العلف والو ما تتعطيهم والو العلف. الماء والخلا. الماء والخلا، ها تيورد في الغابه، الماء ديال الشتاء. الماء ديال الشتاء. الماء ديال الشتاء تيبقى في الضيف الغابه، منو تيوردوا هنا عايشين، هنا تيباتوا وتيبقاو، الا لا بغيت تبيع تجي تبيع. صافي. وتقريبا الثمن ديالها بحال دابا الا بغى شي واحد، هذه ربما بنتها ولا؟ بنتها. سبحان الله. دابا الثمن ديالو تقريبا الا بغى مثلا واحد يشري هذه بالبنت ديالها شحال تقريبا؟ 140 130. بالبنت ديالها؟ 140. بحال هكا بالبنت ديالها؟ بالبنت ديالها 140. والله الا لا رخيص. هذيك اللي حذاها لهي تبيع ب 98. لا هذه عجلة. اللي حذاها لهي 90 100، هذيك البيضاء. بيضاء. ودابا اللحم ديالهم سبحان الله العظيم راه كنا طبيعي 100%. طبيعي اللحم ديالهم زوين، الكفته ديالهم تنبيعهم تمشي لعند الجزار ناكلوا مع هاد الكفته ديالهم الفن. سبحان الله العظيم. هاتوا الاخوه اللي بغا كيسول على البيو، جي هنا القنيطره. شوف كي غادي، راه دايرين بحال ديك الطريقه ديال القاموس، هادشي كنا نشوفوها في ناشيونال جيوغرافيك. دابا شوف هاك الصخره ما تخليكش تعرف ليها، كاش هذا هذا شويه طياره. اييه. حاولوا نقربوا لها نشوفوها. والله الا بحال بحال داكشي ديال ناشيونال جيوغرافيك الاخوان. دابا واخا يزيدو، واخا تخليهم يمشيو. فين ما بغاو يمشيو يمشيو، دابا هما مكرين يدورو يبقاو غير هنايا في هاد المنطقة. يدورو ويرجعو. فوكرها. سبحان الله العظيم. دابا بالنسبة للباتة، واش تيباتو في بلاصة وحدة ولا كل فين تبات؟ كل الا فين يباتو، ولكن الوكار ديالهم ما يفوتوش. لا زعما واش تيباتو مجموعين ولا كل وحدة في المرة شقة ثلاثة؟ ولكن الوكار ديالهم كل مره فين يباتوا، ولكن في الوكار ديالهم ما يفوتوش واحد البلاصه. لا ما يفوتوش البلاصه ديالهم. دابا راه دابا نقول لك 5 شهور ما شفتهم. كيفاش؟ 5 شهور ما شفتهم. سبحان الله العظيم. والله الا هادشي لا عجيب والله. 5 شهور. ودابا لا شي وحده تلفات لا كون. ما تلفش. ما تلفش كاع، ما تفرق مع الوكار ديالهم هنا، هذه هي الغابه ديالهم. عجيب. ما يفوتوش المنطقه ديالهم كاع. عجيب سبحان الله العظيم. 5 شهور الاخوان قال لك ما شفتهم. صافي عايشين بحال يعني بحال مطلوقين صافي، داكشي البلدي. بغينا نقربوا عندهم باش تبان لكم الصوره مزيان. والو تيتمشاو. سبحان الله العظيم القضية عجيبة. أنا بعدا شخصيا ما عمرني شفت هذه أنه كيخليو غير
غير مطلوق. قال كي دور تاعي والغابه راه تبارك الله راه كبيره. والو واش بغاو يوقفوا؟ دابا راه بقاوش وحدين لهي اللور، ولكن شويه يتجمعوا راه ما بقاوش وحدين اللور، رجعوا نديروا اللي بقى اللور. دابا راه شافونا حيت بحال نقولوا مخلوين، مابغاوش يوقفوا. تندوروا لي من الجهه الاخرى. سبحان الله هذه القضية عجيبة. أنا بعدا شخصيا ما عمرني شفت هذا المنظر بحال هكا، كنشوفو غير في ناشيونال جيوغرافيك. هذا باش تشوفو في قناة الحوزي. هذا هو الطبيعة الإخوان، ماشي بحال ديال اللحم اللي تيكون عالف بزاف وداكشي. هذا راه طبيعي 100%، قالك ما تيذوقوش العلف كاع. وبالنسبه للحليب راه ما تيعطيوش قالك الحليب، ولكن بالنسبه للماكله ديالهم حيت ياكلوا غير داكشي الطبيعي، ما كاينش شي حاجه لي ما كاينش شي حاجه لي مركبه ولا. او باقين غادي مولاهم كاع ما مسوقهم، قالك 5 شهور ما كيجيو غير لواحد البركه تيشربوا منها صافي وريعين. الاخوان احنا نخليو النمره ديال السيد لشي واحد راك تيطالبوا لنا الاخوان فحال هادشي، نخليو النمره ديالو ناخذو من عنده النمره نخليها لكم في الفيديو لشي واحد بغى شي حاجه بلديه ماكله نخليو النمره راه تيبيع. غير نشوفو النمره نخليها لكم ان شاء الله في الفيديو. شوفوا فين باقين غاديين. الخلع هنا كاين لا كوري لا اسطبل لا قنبه لهم يحزنون. شوفوا فين باقين غاديين. الغابه بعدا راه ما محدوداش من هنا، ترى جميع اتجاهات نديرها. وقال لك مولاهم ان ما تيخافش لي يتلفوا ولا شي حاجه، تيدورو كيرجعوا لبلاصتهم. راه كاين غير الخلا، غابه كبيره بزاف. يلا الاخوان تحياتي لكم جميعا، السلام عليكم. انا نخلي لكم نشوف الرقم ديالو نخلي لكم ان شاء الله في الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله.